عايز يرجع لها تاني زي المخدرات بالظبط كده، فبيحصل لهم زي ديبريشن وزي انكزايتي يعني. طيب هل في حاجه الاباء والامهات بيعملوها متكرره خاطئه بتوصل الولاد لهذه المرحله؟ طبعا يعني احنا قلنا ايه الحاجات اللي هي دو نوت دو في للعيلة؟ هو اول حاجه احنا قلنا احنا عندنا شويه حاجات كتيره قوي، بس انا عشان ما عدهمش هقول بعضهم يعني. اتفضل. اولا كثره النصائح، الولاد بيهربوا مننا بالكمبيوتر والتابلتس، بما اننا طول النهار بنقول لهم نصائح اعمل وسوي اعمل وسوي. اتنين، ان مفيش كوميونيكيشن بيننا وبينهم، احنا عايشين حياتنا وهم مش عايشين حياتهم، فلازم اخش معهم دنيتهم. ودي مش دعوة ان انا بس اقول له بطل كمبيوتر، ان انا اشترك معاه في الحاجات اللي بيعملها. يعني مفيش مشكلة ان انا اعمل معاه هو كومن وورك على الموبايل بتاعه، بحيث ان انا بقى فاهمه ويبقى فاهمني، بنتكلم كومن لانجوج من وقت للتاني، نقعد نتكلم مع بعض في الحاجات اللي هو بيعملها، اشوفها معاه والعبها معاه واعمل اجزاء من حياته في الحته دي، عشان اخش دنيته بسهوله، فيبقى قابلني ان انا دخلت الدنيا دي. اهم حاجه بقى في الموضوع، اللي يمكن دي اهم نقطه في الموضوع، في حاجه اسمها تايم فري موبايل. لازم يعني دلوقتي فكره ان احنا كاباء وامهات بنقول للولاد ما تبصوش في الموبايل، وبنبقى قاعدين كلنا مع بعض في عيله واحده، انا ماسك الموبايل وهو ماسك الموبايل وماما ماسك الموبايل، بس يا ابني كفايه موبايل وانا ماسك الموبايل. وفي يعني زي نكته شهيره ان تيتا قاعده واحفادها حواليها كلهم ماسكين الموبايل، فتيتا بتقول اصل انا كنت وحشاهم قوي فجم يزوروني، فكلهم ماسكين كلهم كل واحد ماسك الموبايل بيتكلم في العالم، بيتكلم في عالم تاني، وهو مجين يزوروا تيتا، هما مش قاعدين مع تيتا خالص. فالمفروض ان بابا وماما يحطوا رول لطيفة جدا، يبقى الكل انه لازم كده في اي بيت في الدنيا نعمل رول انه from time to time، الساعة اللي جاية كلنا هنحط الموبايل ونعمل family discussion، بس لطيفة بقى، في كلام، في حوار، في عملت ايه النهاردة، في احكي لي عن رأيك في الموضوع الفلاني، بحيث ان كلهم هم قاعدين مع بعض، بابا وماما وابني وبنتي، كلنا بنتكلم في موضوع يشركنا فيه كلنا يعني. وهم على فكرة بالمناسبة يعني إذا تحب تعرف، عملوا تجربة لطيفة في إنجلترا. تفضل. عملوا دراسة إن هم قرروا يدرسوا في عائلات يقفلوا الموبايل لمدة 1 week، يعني قرروا إن العيلة دي ما تستخدمش الموبايل لمدة أسبوع. أول يوم لقوا غضب شديد جدا يعني، تاني يوم ابتدت الولاد تتكيف، بنهاية الأسبوع لقوا علاقات الحميمة بين الولاد وبعضهم تحسنت، بين الأهالي تحسنت، الفاميلي جاذرينج تحسن، زيارات الأسرة الخارجية تحسنت، لأنه مش لين حاجة يعملوها، وابتدوا يرجعوا زي ما احنا تربينا نخلق اللعب ونخلق الألعاب ونخترع، وابتدوا يلعبوا رياضة مع بعض يعني. فدي برضو قاعدة كمان لطيفة جداً اسمها موبايل alternatives، بدائل الموبايل. في حلقة لطيفة أنا عاملها على النت اللي يحب يتفرج عليها، اسمها 30 بديل للموبايل. من ضمنها مثلا على سبيل المثال إن احنا نعمل حاجات مع بعض، family activities من غير موبايل، إن مثلا على سبيل المثال نجيب حاجات ونلونها سوا، نركب ليجو، ألعاب الكونكت فور، ألعاب الكونكت فور والحاجات دي عاملين يعني. في الحلقه دي طويله جدا جدا جدا، دي من ضمن الامثله اللي احنا بنعملها، بس لازم لما اقفل الموبايل ادي الترناتيف اتراكتيف للموبايل، وفي حاجات موجوده بتشغل الدماغ تماما يعني. حاجه كمان ان انا بذكاء ادور في الموبايل على العاب مفيده، في حاجات في الموبايل ممكن نلاقيها بتحسن الذاكره يعني. احنا كاساتذه جامعه بننصح الناس اللي عندها ميموري ترابل انها تلعب جيمز بتحسن الذاكره. في حاجات بنديها يعني، مثلا في العاب على الموبايل بتجيب تخلف عقلي اكتر من كاندي كراش والحاجات دي، اكتر ما التخلف موجود. طبعا سوري في التعبير يعني، العيال اساسا عندها مشاكل وبنجيب لها مشاكل اكبر يعني. لكن في العاب فيها ماث وفيها طرح وجمع وضرب وفيها معلومات، فيها معلومات وفيها اسئله وفي حاجات زي كده بتحسن جدا. فلو انا بذكاء اتصلت بحد من الانترنت ادفايزر ممكن يقولي اللعبة الفلانية كويسة واللعبة الفلانية كويسة يعني. كمان نقطة عاوز اوضحها، ان في الموبايل دلوقتي من خلال الفيرتشوال وورد او العالم الافتراضي ده في كوارث بتحصل للولاد والبنات، فلو انا ما خدتش بالي ممكن ولادي يتأذوا اذى كبير.